السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نشتغل على برنامج سكريبس. هو برنامج متخصص في عمل مجلات، في عمل التقارير، في عمل سي بي، في عمل الكروت. هو برنامج يعني عامل زي برنامج الانزايم، في عدد كبير من الصفحات. يعني ممكن اقول له فايل نيو واقول له مثلا هشتغل اكتر من صفحة، واروح لحد مثلا هو 20 صفحة او 100 صفحة، يروح جايبهم لي ورا بعض. دي الميزة دي موجودة في الانزايم مش موجودة في الفوتوشوب او الالستريتور. طيب فرض مثلا ان انا ضفت صورة بالشكل دوت، دوست عليها مرتين، هبدأ أختار الصورة اللي أنا عايزها. تمام، أي صورة. دينا نختار بي دي اف. طيب خلينا نختار الصورة دي مثلا، وأجي هنا أقول له adjust image to frame، يعني ظبط لي الصورة على قد الفريم دوت. طيب فرض بقى ان انا جيت وكتبت بعض النصوص بالشكل دوت، وجيت هنا وقلت له انا عايز اكتب مثلا، تعمل سيلكت وتقول له كوبي. طيب الكلام كده مغطي على الصورة، وليكن مثلا بعمل بحث او كده الكلام مغطي على الصورة. طب اعمل ايه؟ خليني اعمل سيلكت كده على النص اهوت، واروح دايس رايت كليك واقول له بروبرتس، جاب لي الخصائص بتاعت النص. ممكن اقول له انا عايز اظبط الخصائص في عند الليفل، يعني انا عندي ده ايه اللي هيبقى فوقيه وايه اللي تحتيه. تمام، ممكن اقول له خلي لي التكست هو اللي فوق او تحت. خلي بالك الكلام ده بيتغير اهو دلوقتي، الصوره هي اللي فوق الكلام، ممكن اعكسها واخلي الكلام هو اللي فوق الصوره. طيب ايا يكن، خلينا نعمل سيلكت على الصوره. تمام، وهقول له انا عايز شيب، واقول له انا عايز اخلي الصوره دي الكلام يلف من حواليها، فاقول له يوز فريم شيب، بقى عمل لي فريم اهوت. تمام، والكلام بيلف حوالين الصوره، او يوز باوندري بوكس، بقى في زي حدود كده موجوده حوالين الصوره، يوز كونتينر لاين، كل ده بيخلي الكلام يلف حوالين الصوره. ولو مسكت الصوره ونقلتها بيفضل الكلام يلف حوالين الصوره بتاعتك بالشكل ده. طيب ممكن تروح عامل سيلكت على الكلام وعلى الصورة وتخليهم جروب مع بعض، بحيث ان انت كل ما تحركوا مع بعض يتحركوا مع بعض. تمام، وممكن تقول لا فكلي الجروب دوت. ممكن تعكس الصورة او تعكس الكلام من الاسهم، تعكس الحاجة اللي انت عامل عليها سيلكت. وهنا دي الخصائص بتاعت التكست هيبقى موجود فين، الويت طبعا هو بتغير من خلال انت النقطة دي. تمام، ممكن تقول خليها اللي في النقطة في النص. هيأثر ازاي؟ ان انا لما اغير الويتس اتغير يمين وشمال، مش ناحية بس. ممكن اجي هنا واقول له الاين. يعني ايه الاين؟ يعني اعمل لي محاذاة حاجتين مع بعض. ممكن تعمل سيلكت مثلا على ده وبعد كده على ده وشيفت مع دوت، وتقول له انا عايز اعمل محاذاة بحيث ان هما الاتنين يكونوا ناحية الشمال او الاتنين ناحية اليسار بالشكل دوت بالشكل دوت. خلي الكلام في النص، خلي الكلام في اليمين، وهكذا. فتقدر تعمل توزيع شكله حلو معاك، تعمل الاين للموضوع. هنا بتقول له انا عايز هو الاولاني هو اللي هيقيس عليه، او ممكن الصفحه، يعني انا عايزه مثلا في ناحيه شمال الصفحه او في نص الصفحه او يمين الصفحه، وهكذا.